اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق الكيبورد على تطبيق شاهد. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق شاهد، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم ضغط هنا مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شاهد، سوف يظهر على هذا الشكل، وينما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم شاهد. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات